للمزيد من النقاش والتحليل مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف الآن الأستاذ مجدي البدوي، وهو نائب رئيس اتحاد عمال مصر. أستاذ مجدي، أهلا وسهلا بحضرتك في البداية. أهلا بك يا أستاذ هاي. لو إحنا بنتكلم على هذه الصفقة تحديدا، من أهم النتائج المترتبة عليها هو زيادة فرص العمل وانتعاش الاقتصاد المصري، ومن ثم يعني زيادة هذه الفرص بالنسبة لعمال مصر. أهمية هذه النقطة تحديدا خاصة في التحديات الاقتصادية التي يعيشها العالم وكذلك مصر. بالتأكيد يعني الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتساهم بشكل كبير في وجود فرص عمل يعني عديدة للشباب، خاصة وان مثل هذه الاستثمارات بيبقى فيها انشاءات كثيرة، واحنا نعرف كويس جدا ان مسألة الانشاءات دي بيبقى يعني بيشتغل فيها اكتر من 50 مهنة، مش مهنة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، لا بيشتغل فيها يعني صناعة الحديد، صناعة الاسمنت، صناعة الطوب، صناعة الزلط، صناعة الشبابيك، صناعة الابواب، الكهرباء، الماء، الصرف، يعني كل اكتر من 50 مهنة بيشتغلوا، وده بيعمل دوران في عجلة الاقتصاد بشكل كبير جدا. ده بالاضافة الى ان يعني ان عندنا العمالة بتستفيد خبرات إضافية بالنسبة ليها، بيوسع سوق العمل، بينشط أسواق أخرى جنبيها. يعني الاستثمارات الأجنبية المباشرة دي بالفعل بتبقى نقلة مهمة بالنسبة للاقتصاد، خاصة أنها كمان بتوفر عملة أجنبية، بتساهم هذه العملة الأجنبية في يعني تقليل العبء على العمال، لأن لما بتتوفر بيبقى في فرصة ان انت ما بقاش في ضغط على الدولار فما بيرتفعش، فبيبقى يعني ايه الاسعار بتنزل بشكل كبير، وده بيصب كله في مصلحة العمال. طيب اتحاد عمال مصر تحديدا، يعني هذا الكيان اذا استقبل هذا الخبر او هذا المردود المنتظر، ليس فقط في توفير فرص عمل ولكن الشراكة مع القطاع الخاص، الاستفادة المباشرة من هذه الصفقة، وتحديدا ايضا انها ليست الصفقة الاولى، يعني على حسب بيان مجلس الوزراء هناك عدة صفقات اخرى وتوطيد يعني العلاقة مع القطاع الخاص في مصر في الفترة القادمة في جذب الاستثمارات والمشروعات المختلفة، كل هذه الأمور كيف يستقبلها يعني هذا الكيان في اتحاد عمال مصر، وأيضا المردود من ذلك بشكل أو بآخر إيجابيا في الفترة القادمة؟ احنا طبعا يعني بنرحب بزيادة مشاركات القطاع الخاص في السوق المصري بشكل كبير، وبنحاول نوفر لهم علاقات عمل يعني تضمن يعني حقوق متبادلة بين الطرفين، يعني ولا حقوق متوازنة بين الطرفين سواء العامل أو صاحب العمل، بحيث يكون هناك سوق عمل مستقر يستطيع من خلاله صاحب العمل إن هو يعني يحقق نجاحات من خلاله. احنا كمان في الفترة دي يعني هنحاول إن احنا نسعى بشكل كبير جدا في مسألة التدريب المهني عشان نوفر عمالة مدربة لمسألة المشروعات الجديدة، ده بالإضافة لتثقيف العمالة، لأن يجب كمان أن العامل ما يبقاش مدرب بس، لا يبقى عنده ثقافة بالمرحلة اللي هو بيعيشها، وإزاي هي التحديات الاقتصادية، وإزاي نخرج من هذه التحديات، وإزاي نتعامل مع صاحب العمل في المرحلة دي، وإزاي أن احنا ناخد خطوات إيجابية لمسألة الإنتاج، وإزاي نجود من إنتاجنا ونطور منه عشان خاطر يبقى بالفعل المرحلة دي محتاجة أن العامل يكون بينتج وبينتج بشكل جيد، بحيث أن احنا نخرج من أزمتنا الاقتصادية. ولكن هل الاتحاد كان ينتظر هذه الخطوة حتى يتم تأهيل العمال بشكل أو بآخر؟ لأن مصر في الفترة القادمة ومنذ عام 2014 تحديدا وهي تشهد تنمية عمرانية مختلفة الحقيقة، وبالتالي تم توفير فرص عمل عديدة وتم تأهيل العديد من العمال، هل هناك تأهيل يعني مختلف نوعيا بشكل أو بآخر في الفترة القادمة؟ بالتأكيد احنا بنحاول يعني زيادة أعداد المتدربين خلال المرحلة، لكن احنا عندنا كم كبير جدا من الخبرات اكتسبتها العمالة المصرية من المشروعات القومية التي تم تشييدها في الفترات السابقة، بدليل ان لما حصل بعض الاستقرار السياسي في ليبيا من سنة او من سنة ونص تقريبا، وقالوا ان احنا نعمر ليبيا، اول ما كان يقولوا مصر عشان يستفيدوا من خبرات العمالة المصرية في مسألة
يعني إعادة إعمار ليبيا. صحيح، ونفس الأمر خاصة في هذه الفترة تحديدا طبعا. أستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، طبعا أنا شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.